ست معلومات عن حياة النبي بالأرقام. 1- عاش النبي 63 سنة، منهم 40 سنة قبل الرسالة، ويبقى كده مدة رسالته 23 سنة، منهم 13 سنة بمكة و10 سنين بالمدينة. 2- عاش النبي في مكة 53 سنة، منهم 40 سنة قبل الرسالة و13 سنة بعد الرسالة، وبكى النبي وهو خارج منها، وده يدلك قد ايه هو بيحب بلده. 3- اشتغل النبي راعي غنم لمدة 4 سنين، من سن 8 لسن 12 سنة، وبعديها اشتغل تاجر لمدة 41 سنة، من سن 12 لسن 53 سنة، مارس خلالها كل أشكال التجارة حتى بعد ما بقى نبي والحد الهجرة للمدينة. وبعد الهجرة كان عمل النبي انه مؤسس ومنشئ لمؤسسات الدولة لمدة 10 سنين، من سن 53 لسن 63 سنة، يعني النبي غير الكارير بتاعه 3 مرات في حياته. 4- تزوج النبي السيدة خديجة وعمره 25 سنة، وعاش معاها وحدها 25 سنة، وأنجب منها 4 بنات وولدين، وما اتجوز غيرها لحد ما ماتت السيدة خديجة، وكان النبي عنده 50 سنة. 5- دعوة النبي بمكة مقسمة ل3 مراحل. المرحلة الأولى دعوة خاصة للأفراد المميزين لمدة 3 سنين. المرحلة الثانية دعوة عامة محلية بمكة لعموم الناس والجماهير لمدة 7 سنين. المرحلة الثالثة دعوة عامة إقليمية للقبائل العربية كلها لمدة 3 سنين، ومجموعهم يكون 13 سنة. 6- دعوة النبي بالمدينة مقسمة أيضا ل3 مراحل. إصلاح المدينة 3 سنين، إصلاح الجزيرة العربية 4 سنين، دعوة عالمية لكل الناس حتى الوفاة، ومجموعهم أيضا 10 سنين. حياة النبي كلها إنجازات، عشان كده ربنا قال له لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، كأنه بيقول له وحياتك الله كلها إنجازات يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انشروها عشان يتعلم شبابنا وولادنا سيرة نبينا.